سلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. الأسئلة اللي نزلت النهاردة، مشاعل بتسأل عادي بنت تاخده دوت عن الفيديو بيتكلم عن التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، يعني بياخده هرمون الذكورة التستوستيرون، وبنقول مين ياخده وإيه الدواعي اللي بتتاخد فيه. طبعا احنا ما جبناش سيرة بنات، فواحدة بتسأل اسمها مشاعل بتقول عادي بنتي تاخده، ما اعرفش بتتكلم جد ولا هي بتاخده في حالات معينه نادره جدا، يعني بتاخده الستات فعلا بتاخده في حالات معينه جدا جدا عند المونوبوز بتاعهم لما يكون التستوستيرون عندهم منخفض جدا جدا، لان احنا قلنا التستوستيرون موجود في الرجاله وموجود في الستات، بس الرجالة تقريبا 10 أضعاف الستات، وزي ما بينخفض في الرجالة احتمال برضو بينخفض في الستات، وعند المنوبوز بينخفض هذا التستوستيرون، فلما الناس بينخفض عندهم الستات بينخفض بدرجة زيادة جدا ممكن ياخدوه، لكن بصفة عامة لأ طبعا. فأنا جاوبتها قلت لها تاخد إيه بالظبط، تستوستيرون هرمون الذكورة، إلا بقى لو كانت إيه بصفة عامة ما تاخدوش، إلا لو كانت عايزة تسترجل ولا حاجة ويطلع لها شنب بقى ودقن وحاجات زي كده. دكتور عندي انحراف في القضيب، في مشكلة أو شيء عادي؟ ده كنا بنتكلم عن الخصية في فيديو عن الخصية، أنواع الخصية القفازة والهاجرة والخصية العادية. فبيسأل بيقول عندي انحراف في القضيب، في مشكلة ولا ده شيء عادي؟ لا، هو الانحراف لو كان درجته كبيرة بيبقى مشكلة، وخاصة لو كان الانحراف يعني رأس القضيب منحنية لأسفل، ده مشكلته عند الإنجاب، عند بهدف الإنجاب، عندما الناس تكون عايزة تنجب، لما يكون القضيب متني الرأس متني لأسفل ممكن وهو خارج بيسحب معاه المني لبره، وطبعا ما بيقدرش يقذف المني لقدام وإنما بيقذفه تحت القضيب، فبالتالي أما بيخرج العضو الذكري من المهبل بياخد معاه المني بره، وده إيه؟ ده بالنسبة للي عايزين يخلفه. وطبعا الناحية الشكلية لو انحراف شديد قوي أو زيادة عن اللزوم، طبعا من الناحية الشكلية أو من الناحية الوظيفية في العلاج بيبقى في مشكلة شوية. أخ تاني اسمه مسعد، ممكن رابط الواتساب يا دكتور؟ اولا اشكرك انك عايز تتواصل، لكن للاسف التواصل الشخصي حاليا غير متاح. ملاك بين البشر، مريض الايدز بيبان في مرض الايدز بيبان في صوره الدم؟ لا طبعا، صوره الدم العاديه اللي هي كومبليت بلاد بيكتشر ما بيبانش فيها الايدز، وانما ليه تحليل مخصوص اللي هو اتش اي في انتي بودي او الكومبو تيست او البي سي ار، لكن ما بيبانش في صورة الدم العادية. القدس والشام لنا، وده واحد اسمه القدس والشام لنا، وجزيرة العرب واليمن اهلنا. طيب يا سيدي، نسيت القرآن الكريم، ما جبته ايه؟ ترى على فكرة كل ما تعانيه من ضعف وفقر وقلة رزق وصحة هو بعد عن الله بسبب هجران الصلاة والقرآن الكريم. الله يفتح عليك يا شيخنا. يعني هو طبعا القرآن ده بركة، وأكيد الناس الملتزمة بتبقى حالتهم النفسية وبالتالي الصحية أفضل، لكن احنا هنا كان فيديو بيتكلم عن انخفاض التستوستيرون، يعني هرمون الذكورة منخفض، ودي حاجة هرمونية طبية يعني. لكن ما فيش شك ان الالتزام بالدين مفيد لكل في جميع الحالات يعني. وهو الأخ بتاع القدس والشام بيقول لك ايه في تعليق تاني زعبوت وبيضحك، كلمة معناها سيء عندنا بالسعودية. الله يا أخي ما أعرف معناها إيه زعبوت، ما أعرفش، لكن إحنا في مصر زعبوت اللي هو حاجة بتتلبس على الراس كده وزي القمع يعني، زي الخواجة بيجو حاجات زي كده زمان يعني، زعبوت اللي هو المهم زي بتاع أخونا اللي بيلبسه في الكريسماس ده اسمه بابا نويل ولا مش عارف ايه. لكن ما اعرفش ان اللي معنى وحش يا سيد، لو معنى وحش ما لا تؤاخذنا، بس ازاي يعني الكلام راح للمعنى الوحش وانت كنت لسه بتتكلم عن القرآن يلا المهم دكتور انا ازاي اتواصل معاك، وانت عندك عيادة في مصر؟ لا انا بروح مصر زيارة بس، ما عنديش عيادة في اي حتة في الوقت الحالي.
مش بالظبط يعني، خلاص بدأت أعجز يعني، وأقلل أعادي في العيادات والاهتمام بإن أنا أشوف الناس بصورة شخصية يعني. يعني بروح العيادة اللي في الفلبين لما بيكون في طلب يعني، حد بيحجز ويقولوا لي والله في كذا كذا وكذا، فأروح أخلص الكام حالة اللي حاجزينه وانتهينا، عجزنا بقى معلش. فاتي فاتي بتقول ايه؟ دكتور ممكن تجاوبني بليز؟ ماشي يا ست، انا طبعا دي حبيبتنا دي ست الكل فاتي فاتي. انا اخذت الى وان الى وان بعد العلاقة الجنسية مباشرة بعد نص ساعة، وهلا صار 15 يوم ووقت الدورة لسه موصلش، هي مضمونة ولا اعمل ايه لو سمحت؟ مش عارف انا الى وان ده ايه بصراحة. الى وان سألتها قلت لها وضح لنا ايه هو الى وان ده يا فاتي فاتي، مش كلمة العربي مش قادر افهمها يعني، ده نوع حبوب ولا ايه ده؟ اكتبيه بالانجليزي طيب. وانا طبعا مش معقول اكون عارف انواع حبوب منع الحمل اللي في الدنيا كلها، اكتبيه بالانجليزي وانا اشوفه ان شاء الله. اخ انا معرفش جنسيته ايه، ناف جيت سينج في اتش اي في انفكشن، في الفيديو بتاع اتش اي بيتكلم عن الاتش اي في انفكشن، بيقول ايه كان ايتينج اور درينك افتر سام وان سبريد HIV. Thanks يا سيدي، أهلا ويلكم. No it cannot spread as we said. HIV cannot spread by any practice during living with an infected person except sexual intercourse or blood transfusion or blood contaminated items, freshly contaminated items like needles contaminated fresh from an infected person. Or tattoo using tools freshly contaminated by the blood of infected person. But any other thing cannot transmit HIV. Eating, drinking, sleeping, changing clothes, towels, anything, toilets, everything, toilets, all this cannot transfer. أم خالد جي اتش مش عارف بقى ست، عندي 71 سنة، اللي اعرفه المفروض يكون ما بين 40 و60. هو ايه بقى الدم المخبأ؟ ده فيديو كان بيتكلم عن تحليل او في المختبر للدهنيات، اللي اعرفه المفروض يكون من 40 ل60. ايه هو بقى دوت؟ مع العلم ان بقيه الدهون HDL، ايش سبب ارتفاع في حدود الطبيعي؟ مش فاهم اللغه شويه، لكن المهم هي مش عارف ايه هي اللي بتتكلم عليه من 40 ل60. انا نوع من الدهنيات ال LDL، عندي 71، مرتفع شويه بس ما اظنش يعني انه بالدرجه. المهم عندك، يمكن هي بتتكلم على ال دي ال، يا ريت توضحي السؤال. بس لو بتتكلم عن ال دي ال 71 ديت مرتفع سنه صغيره وما يخوفش، مع العلم ان بقيه الدهون في حدود الطبيعي. لا هو لو الدهون في حدود الطبيعي خلاص يعني، هو بس ال دي ال بنخاف منه لما يكون الكوليسترول عالي وهو عالي، لكن لو الكوليسترول طبيعي وهو عالي سنه ما بنخافش، بس طبعا بناخد بالنا ونخلي بالنا من الاكل اللي فيه دهنيات مشبعه. في تاني دكتور هلال، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كيرلوس، انا متابع التحاليل في المعامل المركزيه وقالوا لي انها اقل من 50%، اتمنى ترد. ده بيتكلم هاو تو تشوز، تقريبا هاو تو تشوز تستوستيرون ثيرابي يمكن، ريبليسمنت سيرابي. بيقول دكتور هلال اذا حضرتك متابع المركز، المهم التحاليل اقل من 50%، يعني برضو مش فاهم انت بتتكلم عليه معلش. لكن انت لو بتتكلم على التستوستيرون، احنا قلنا التستوستيرون ده رينج ليه كده مجال الطبيعي من اول تقريبا بالملي جرام 3 الى 11.5، وبالنانو جرام من 300 وحاجة إلى 1000 وحاجة، يعني حوالي 1100، ده بالنانو جرام. بالميلي جرام من 3 وكسر إلى 10 وكسر، فلو أنت 50% يعني حوالي 6 مثلا ميلي جرام، يعني في النص، أو 5 ميلي جرام، يعني يعتبر طبعا يتوقف على العمر بتاعك. لو أنت راجل مسن ده شيء طبيعي أنه بينزل، لو انت لسه شباب تحت الواحد 25 سنة المفروض ده يعني يكون عندك عالي شوية، يكون 7 8 مللي جرام 9 10 12 كده. اخونا في واحد اسمه عبد العزيز فكاتب موضوع شوية طويل اهو،
عمل علاقة، وتقريبا علاقة شاذة يعني، أو علاقة مش بالشكل الطبيعي اللي هو مهبل أو كده، وأتاني وسواس واكتئاب إن مصاب، وعمل التحليل البي سي آر وطلع سلبي. لكن عملت تحليل بعد 11 يوم لكن عملت تحليل بعد 11 يوم من العلاقة، والتحليل من المهم طلع سلبي من نوع البي سي آر، ولكن أتاني أعراض منذ اليوم الثالث. الأعراض ما بتظهرش من اليوم الثالث من العلاقة، اللي إذا كانت هتظهر فبتظهر الأعراض الأولية يعني الإصابة بالإتش أي في، بتظهر بعد حوالي يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع، وبتنتهي برضو نفس الحكاية بعد أسبوعين من ظهورها إلى 3 أسابيع. المهم الأعراض ديت يا أستاذ عبد العزيز ما لهاش علاقة بالإصابة بالفيروس، وطالما أنت عملت التحليل وطلع سلبي خلاص انت عملته بعد 11 يوم، وبعدين انت التعرض للإصابة مش قوي يعني، احتمال الإصابة مش قوي لان انت ما عاشرتش حد متأكد ان هو عنده اتش اي في، فبالتالي توكل على الله وما تخافش وانت امورك طيبة وسليم ان شاء الله. متهيألي كده بدأنا نخش في اليوم الثاني، فكده خلصت ايه بعبد العزيز ده، خلصت الأسئلة التي جاءتني هذا اليوم، وأشكركم جزيلا. في طبعا بعض التعليقات اللي ما ظهرتش hold for review، لعل والعسى فيها أي مشكلة أو فيها لينكات اليوتيوب بيحجزها كده أوتوماتيكالي. وأشكركم جزيلا، وأتمنى لكم جميعا الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض، وللمريض الشفاء من أي مرض بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.